السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل يسمعني؟ السادة الحضور هل تسمعون أن الصوت واضح؟ طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. في وش نشيل الوش دلوقتي حالا إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وجزاكم الله خيرا على حضوركم وعلى صبركم معي. الفترة اللي فاتت أنا كنت بحاول، النت فصل عندي شوية، وكنت بحاول أظبط موضوع الشير، فبيطلب مني الجافا، ويقول لي في جافا عندك على الجهاز وفيرجن قديم، أجي أحمل الجديد ويقول لي لازم تدخل تشيل القديم. ف برضه موضوع الشير المرة دي معلش لحد ما نظبطه. أنا كنت ناوي أدخل بدري، والشيخ مجدي الأستاذ مجدي بعتهولي وحملته، بس معرفش فيه مشكلة برضه. ظهر لازم اشيل كل الفيرجن بتاع الجافا اللي عندي واحمل فيرجن واحد بس، اللي احدث فيرجن. طيب، احنا بداية عايزين نبدأ معانا الباشمهندس احمد نصر، مش كده؟ باشمهندس احمد، خلينا نقرأ وجه جديد اللي هو الوجه رقم 17. استاذ احمد معانا؟ باشمهندس، باشمهندس احمد نصر معانا مش كده؟ طيب باشمهندس، تقرأ لنا الوجه رقم 17، صفحة 17 لو سمحت. الوش راح يقيس 31 صح؟ خلاص انا طفيت مصدر الوش. طيب، الباشمهندس احمد عمر معانا؟ المهندس احمد نصر جاهز، نديك المايك تبدأ ان شاء الله تقرأ. طيب، الباشمهندس احمد يبدو ان في مشكلة عنده، خلينا نبدأ نقرأ احنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدقت ربنا وبلغ رسولك نحن على ذلك من الشاهدين. مين جاهز يا إخوان يقرأ؟ ربنا يبارك فيكم جميعا. مين اللي جاهز يقرأ؟ باشمهندس أحمد جاهز؟ باشمهندس أحمد نصر؟ باشمهندس أحمد نصر دخل مرتين يعني. أستاذ أحمد نصر مش سامعني ولا إيه؟ عايزين حد يقرأ يا جماعة. أستاذ أحمد عنده مشكلة في النت بس داخل مرتين، في أحمد نصر وفي أحمد أوفلاين. طيب مين غيره؟ أستاذ محمد السكندري. من الآية 106 اللي هي صفحة 17 اقرأ يعني من 107 من 106 إلى 100 إلى 108 يا أستاذ محمد. ماشي اتفضل. من الآية 106 تغيير الاسم من فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمعك يا استاذ محمد اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. طيب جزاك الله خيرا يا استاذ محمد. والايه 106 احنا قلنا رقم الايه بتبقى في اخر الايه، يعني لما نقول 106 تقرا ما ننسخ، يعني الايه رقم 106 تبدا ما ننسخ. واخد بال حضرتك؟ رقم الايه بيبقى في اخرها وليس في اولها. يعني الايه 106 يا استاذ محمد تبدا ما ننسخ من ايه او ننسها. بسم الله ما شاء الله ربنا يفتح عليك، فيه يعني تقدم كبير ما شاء الله. لكن الملحوظة عند قوله تعالى ومن يتبدل الكفر بالإيمان
لا 106 إلى 108، يعني 106 107 و108 ده كان قصدي. على كل الملحوظة فقد ضل سواء السبيل وليست فقد ضل، يعني ما فيش إدغام هنا، والدليل إن فيه سكون على الدال في المصحف، فقد والدال تقلقل، فقد ضل سواء السبيل. طيب مين جاهز يقرأ؟ لا اتفضل يا استاذ احمد، جاهز؟ اتفضل. طيب اتفضل، المايك معك، اتفضل. بعت لك المايك يا استاذ احمد، اقرأ من اول الوجه لاخره بقى ان شاء الله، يعني من 106 الى 112. صوت واضح كده يا جماعة إن شاء الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جزاك الله خيرا، ربنا يفتح عليك يا استاذ احمد. لو عندك استعداد تقرا الوجه الثاني احنا مستعدين نسمع. لو تكمل تقرا الوجه المقابل ليه من اول وقالة اليهود الى نهاية الوجه، اتفضل. يعني الساده الحضور مستعدين يسمع، اتفضل اقرا. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ربنا يفتح عليك أحسنت بارك الله فيك ربنا يكثر من أمثالك وينفعك وينفع بك جزاك الله خيرا. طيب يا جماعه عايزين حماس الساده الحضور عايزين ان شاء الله الكل يقرا. استاذ محمد سليمان و ما ادري جست 41 الاستاذ عمر ولو تغير عشان نعرف بس الاسماء الرجال نعرف الشباب من البنات. عايزين لو كل واحد من السادة الحضور يقرأ آيتين مفيش مشكلة لو آيتين اتنين كل واحد يقرأ آيتين مفيش مشكلة خلينا نحسن القراءة عايزين نحسن التلاوة ونرفع من مستوانا كده ما شاء الله زي الشيخ أحمد أخونا الأستاذ أحمد يعني ما شاء الله ماهر بالقرآن يعني نسميه ماهر بالقرآن استاذ عمر ها تفضل قوي تفضل اقرا يعني مثلا نصف الوجه من 106 لغايه قول 109 كده الاول ما ننسخ لحد على كل شيء قدير استاذ عمر ها ماشي حاضر بعت لك المايك اقبل مايك وتفضل على طول ان شاء الله لو سامعينك هنكتب لك واحد لو مش سامعين هنكتب اثنين لغايه ما تشوف المشكله بتاع المايك ربنا يبارك فيك يا مهندس احمد. المايك معاك دلوقتي يا استاذ عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام نسمعك اتفضل. وعليكم السلام نسمعك اتفضل ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا
حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدق الله. جزاك الله خيرا، أحسنت أحسنت وبارك الله فيك. يعني إن كان من ملحوظة فملحوظتين صغيرين خالص، يعني نتنبه لهم جميعا. بالنسبة للقلقلة، القلقلة فقد ضل، القلقلة دي ذبذبة، هذه الذبذبة تميل، يقول أنها تميل إلى الفتح، ويقال أنها تميل إلى الحرف، إلى تشكيل الحرف الذي قبلها أو الذي بعدها، فما نخسرهاش. اللي أنا سمعته فقد، فقد ضل، لا هي مش فقد ضل، لا فقد، فقد ضل، قريبة إلى الفتح، يعني هي كل القلقلة قريبة إلى الفتح، ماشي؟ فقد ضل. أستاذ محمد سليمان يعني عايز تسمعه؟ لا إذا كان عندك اختبار تفضل، إذا عندك امتحان تفضل، والمحاضرة مسجلة على ونعيدها تاني عشان خاطرك، مفيش مشاكل. المحاضرات كلها تقريبا مكررة، بنقرأ في سورة البقرة وجه وجهان، يعني روح للمحاضرة، روح للمذاكرة إذا كان عندك امتحان الصبح، ونسأل الله تعالى أن ييسر لك يعني ولأمثالك. نسأل الله أن ييسر للطلبة جميعا، وأن يشرح صدورهم للعلم والإيمان، ويذكرهم ويذكرهم في اختباراتهم، وأن ينير بصائرهم وبصيرتهم. تفضل، معك إذنك، وربنا يوفقك إن شاء الله أنت وجميع طلاب المسلمين.